راح يتم السحب على 5 دواء استرديين، 4 دواء استرديين بشاشة LCD، 5000 شيكل اللي هن مقسمات على 1000 1000 1000 5 جوائز، والجائزة كلها اللي هي 5000 شيكل كاش. هسا كيف انت بتصوت بالجمعة وبدي اشتغل يلا. هسا راح نسحب الجائزة الطردية والجائزة الثانية اللي هي عبارة عن مكتوب، بفتح المكتوب قدام الكاميرا بشوف شو جائزته. طبعا الجائزة الطردية من هون بالصحن، والجائزة اللي بالمكتوب اللي هي بالصندوق. نسحب جائزة هيك وجائزة هيك، ونسحب بالشاشة، وبعدها آخر السحب 5 مكاتيب هون موجودات تم عليهم السحب من الصندوق. جوائز الطردية اللي هم عبارة عن 4 بنسحب من هون، والخامسة اللي هي الشاشة، وآخر شيء بنتم السحب على 5000 شيكل. تفضلوا الصندوق، تفضلوا نفتح المكتوب قدام الكاميرا. افتح المكتوب قدام الكاميرا. على راسي حقك علي. يا محمود الطاهر أقول أشوف أول جائزة طردية أيمن شفيق ياسين. أيمن شفيق ياسين موجود؟ أيمن شفيق ياسين دكتور مش موجود. خلف موجود عنده كل شيء جديد من الأجهزة الكهربائية. الزغانة ورا شوي. أنس عبد الإله محمد خالد. يا فهمان مركز بقولي شو بدنا نوصل لورا؟ كل هذا شو بدنا نوصل؟ أنس اسحب لي الورقة من هون. رقم 3. شكرا لكم يا ناس، تذكروا يا عمي. ايوه هسا الجهاز الثاني، الجهاز الثاني هي مكتوب مكتوب، بس يفتحها بكل بجهية أحسن. يلا حبيبي جائزة المكتوب بانا أحمد القاسم. بانا أحمد القاسم وقتك هاي مكتوبة. افتح قدام الكاميرا في مجال. توهم عبارة عن 1000 شيكل سقفوله. مبروك. طلع الكاميرا هون. سقفوله يا عمي يستاهل. يلا الجائزة الثالثة اللي هي جائزة فردية. بس بنحرك حاجات هنا. غالب عبد الحفيظ الكبيرية. غالب عبد الحفيظ الكبيرية. اسحب يا حد في كيبورد. والله في اسحب يا حد. جائزة رقم 4.
أربعة أربعة. أين بدأت العروض؟ طبعا اللي اسمه بتكرر اطلع الجائزة واعطني جائزة واحدة، جائزة واحدة لكل شخص. اهلا وسهلا بكم. اسحب هسا جائزة المكتوب. قال لي يلا قرر قرر قرر. يا محمود الطاهر اسمك بالعالم يبرز. ايوه حركة حركة. خالد حسني شرفة. خالد حسني شرفة. تفضل يا خالد. جديد من الأجهزة الكهربائية. زكوني عم جهزت وعم شوفوا. زكوني ربحتوا ألف شيكل مكمل جهاز التربيه. اسحبي. الاسم مرة واحدة. تبع على الأسماء اللي عندك الاسم بس مرة واحدة. جهاز التربيه. طارق محمد فايق عبد الله. طارق محمد فايق عبد الله موجود. اسحب اخرى واحدة. اللي مش موجود هون. سلام محمد عبد الجبار غانم. سلام سلامي او سلافة. سلافة سلافة محمد عبد الجبار غانم. سلافة محمد عبد الجبار غانم. بعث لي بعدها. اهلا وسهلا بالمدير فارس الطاهر. ثائر عمار زيدان. يا ثائر عمار زيدان زكوري عبد الجهاز التربية. عنوان صيدك أكيد جربها بده تجريب. نزلت شارع شواكي وعلى إيدك اليمين. خلص جاهز. يلا جهاز رقم اثنين. رقم اثنين. زكوري عم جهاز الترقيم. ألف ألف مبروك. هسا نسحب جائزة على المكتوب. جائزة على المكتوب. يلا علي بشار. اسمع مني يا فهمان. ابو حفيظه. اياد ابو حفيظه. يا طاهر احرق حرق ما عادت ما على تفرق. ويا محمود الطاهر اسمك بالعالم يبرق. بس افتح المكتوب قدام الكاميرا. يا بشار شوي. زكوري يا عمي ربحتوا ألف شيكل. صبرنا كيف يا عمي. حلوة. مميز أكيد. مميز عليه بإذن الله. موجود عندي.
الكهرباء. اهلا وسهلا بكم المعرض الطاهر المعرض الاول في مدينه طرطبيل. طبعا هاي الجوائز هي اخر سحب، رح يكون عند الطاهر، رح نسحب هسه الجائزه الطرديه الاخيره من الطرديه. بضل عندنا شاشه وبضل عندنا مكتوبين، بعديها بنروح على سحب ال 5000 شيكل كاش. اسحب يدها على جائزه الطرديه. سميدي سميري سميري رنا عمر سميري موجودة باطلة ولا غيرها. اسمع مني يا فهمان وركز بقولي يا شاطر، أين بادل العروض من معرض الطاهر. علا بسام محمد أشبه، علا بسام محمد أشبه حبيبي. مميز أكيد بيع عليه بتستفيد، موجود عنده كل شيء جديد من الأجهزة الكهربائية. جائزة جائزة رقم واحد، سكروا يا عمي سمعونا كيف. أيوه هسه جائزة مكتوب. خلينا نحرك شيء من الورق. عند جميع التلفازات والأبرون الكهربائية. جائزة مكتوب. عنوان الصيد أكيد جرب ما بده تجريب. يوسف فضل عليان، يوسف فضل عليان سكور العمين. طبعا بالعلم، بس بقول شوي بالعلم انه هسا تم اضافه هاي الورقه صحيح؟ قبل 10 دقائق شمسه حلو زبطوا له سمعونا التفكير. مبروك ألف شيكل سكروا لي عمي علي رشاد. هسا الجائزة شاشة ال سي دي. هاتوا لي اياها هون. أين بدأنا العروض من معرض الطاهر. ريان خالد تايم، ريان خالد تايم. الطاهر مميز أكيد بيع عليه بتستفيد، موجود عنده كل شيء. سكر يا عمي جائزة اللي عبارة عن شاشة LCD. بس الجائزة الأخيرة، الجائزة الأخيرة اللي مكتوب بعديها بتم السحب على ال 5000 شيكل. لسه باقي سحبين من عرفتين. يلا. ركز بقولي يا شاطر. لسه بقولك حركي 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 حركي. من معرض الطاهر. فتحي محمد سليم الزغل. فتحي محمد سليم الزلم. فتحي محمد سليم الزلم مش موجود في غيره. واسمع مني يا فهمان ركز بقولي يا شاطر، أين بادل العروض من بس
قاسم خضر يونس. قاسم خضر يونس. شوف الأمريكي أصدقاء شيء شوفي بسكين. موجود عنده كل شيء جديد من الأجهزة الكهربائية. ألف مبروك الألف شيكل سقفوا له. هسه الجائزة الجائزة الأخيرة اللي هي عبارة عن 5000 شيكل كاش طبعا طبعا معرض الطاهر المعرض الأول في مدينة كركرم. العروض رح تضل مستمرة، رح تبدأ العروض على رمضان حتى تحولك يعني حملات للصيف. الصيف كيف؟ وكيف مكلفة؟ ثلاجات والسلام كل أجهزة كهربائية عند الطاهر المعرض الأول في مدينة كركرم. ونسحب السحبة الخمس آلاف شيكل كاش. خلينا نقول 10 هيك، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عيسى أبو الشوارب موجود هون. عيسى أبو الشوارب زكولو. عيسى أبو الشوارب روح الجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن 5000 شيكل كاش. انتبهوا يا عيسى كيفو انتبهوا. افتح بطولة الطاهر. ذكروني يا عمي جائزته عبارة عن 5000 شيكل كاش. طبعا معرض الطاهر بشكر من جميعا، بشكر من زباينه. رح تضل الحملات مستمرة، رح يضل معرض الطاهر المعرض الاول في مدينه كركرة. رح يضل المتألقين والمتقدمين بباب المواجهين بالعروض والحملات والاجهزه باسم معرض الطاهر. بنشكر اول شيء التلفزيونات المحليه، تلفزيون كرم السلام، تلفزيون الفجر طاقم.